تحت أشعة شمس لاهبة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا مساكن تأويهم ولا حتى خدمات بسيطة تمنحهم شعورا بالإنسانية. ما فيش معانا حمامات ولا مطابخ ولا مصونين داخل بيوت، أنا في سحر، في هذا السحر اللي قدام نظرك. هكذا يعيش هؤلاء المواطنون في وادي مرخى المعزول عن العالم، هنا في أطراف محافظة لح جنوب البلاد. نحو 50 أسرة يصارعون الظروف القاسية من أجل البقاء في ظل انعدام برامج الإغاثة وغياب دور الجهات الحكومية. الناس يعني كلكم تشوفون الضباحة والعيان وبدو، وعندنا الماء ما فيش، ما نوجد شيء، مياه بيار عندنا ننقل نقل الدرجة الأول هذا على المياه ما فيش، والدرجة الثانية يعني ناس ريسيين عايشين في هذا الصحراء ما نقدرش نعيش أي بلد غير هذا المنطقة اللي تخلق فيها، وما لاش أي مصدر من أي بلد. منذ زمن تقضي هذه الأسر أياما عصيبة من التشرد، لا أحد يعلم بوجودهم سوى المارة الذين يمنحونهم القليل من المواد الغذائية المتواضعة ومياه الشرب. أدعي أصحاب الخير وعمل الخير ومن عمل ومن بادر فعمل الخير، الأولى بنتيجة الماء، والثانية الغاثة الإنسانية، والثالثة نحن نحتاج إلى حتى إلى خيام. ذبحان وعميان وذبحان من كل شيء عن كيفني مجهلة لفهم الله، وانتيني لو كنا قركن فيني ما أقول عاد عليك، ولا من عند خبر معانا إلا ذبحوا، ولا لي حد ولا حد يقول لي ما جنسك ولا حد يقول لي منين أتيتي. أما ما يمكن أن يتهدد حياتهم في ظل قضاء أصعب الأوقات فتلك قصة أخرى، حيث يحاول التعايش مع المخاطر مهما كان ذلك مسليا. مروى السيد، قناة بلقيس، من مديرية المضاربة محافظة لحج.